ادي جول، اوهو اوهو او جول جول جول. هدف اصفر لاصفر الباطنه. السويق يتقدم بعدما حاول وحاول، ولكن الآن تشيتشي يسجل على مرتين. اليد الواحدة لا تصفق يا فايز، اليد الواحدة لا تصفق. ركلة الجزاء بعدها، التسديدة الأولى بعدها، لكن الثانية لم يكن قادرا على إبعادها. فايز رشيدي الذي تستقبل شباكه هدف أول مستحق لمصلحة أصفر الباطنة. وهذا المهاجم الذي يريد أن يثبت نفسه أساسيا في تشكيلة السويق، يريد أن يثبت وأنه المهاجم الذي يستحق فعلا أن يدافع عن قميص الأصفر من خلال هذا الموسم. يسجل الآن هدف في غاية الأهمية، لأن الهدف في هذا التوقيت، في توقيت الأفضلية، في توقيت فيه النصر لم يظهر بمستواه الكبير. لاحظوا مرة أخرى الكرة البينية، هذه لعبات كبار، هذه لعبة جميلة، هذه لعبة راقية، هذه لعبة لا تأتي إلا من لاعب ذو نظرة كبيرة جدا. يا سلام لخميسي، وعلى طول باتجاه تشيتشي. فايز في مرة أولى، لكن في المرة الثانية أتت المتابعة، والمتابعة بعد ذلك في الشباك تعلن عن أول أهداف بينية. محاولة على حدود منطقة الجزاء، فرصة 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 فرصة، جول 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 جول. البديل الناجح محسن الغساني أحسن استغلال الهفوة بضربة الآن قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة. محسن ترك له المجال، فايز لم يرى شيئا في اللقطة الماضية. هدفين مقابل لا شيء يا حكيم، هدفين مقابل لا شيء يا نصر، هدفين مقابل لا شيء يا أصفر الباطنة. شوف اللقطة، لاحظ المرور، لف ودار وهيا نفسه وسدد كورة بهذه الطريقة. أي استسلام، أي تواكل في اللقطة الماضية. محسن لا يسامح، لأنه هداف يعرف زوايا المرمى، لأنه هداف يعرف كيف تلدغ الشباك، لأنه هداف يريد أن يثبت بأنه هداف، لأنه هداف من طراز كبير. يرجع كرة للخلف، كرة للأمام، محاولة، يا الله، لا بد للفن أن يكتمل ولا بد للإبداع أن يرسم. إذا بالعبد النوفلي يظهر بلقطة من الإبداع، لقطة من الخيال، لقطة تترجم الحال، الحال الجميل، الحال الرائع، الحال الممتع. يا فايز، ذهبت النقاط يا فايز، طار بها السويق من صلالة إلى مسقط إلى السويق. ذهبت النقاط الثلاث، النقاط رقم 20 دونت الآن، اكتمل بنيانها بالثلاث نقاط بهدف جميل، هدف ملعوب. يا عيني يا عيني يا عيني على لمسة، على كورة تعطينا أجمل صورة. كرة في المرمى لكنه هدف سينمائي يأتي به العبد، يضع هذه الوضعية. هذه كرة أخرى، هذه محاولة، هذه فرصة، هذه ممكن هدف رابع. يا الله يا الله، هذه نسخة، نسخة من مباراة النصر ومسقط، هذه نسخة مزورة من النصر. يا جماعة الخير، ما هذا الإبداع؟ يا جماعة الخير، ما هذا الإقناع؟ يا جماعة الخير، ما هذا الجمال بالنسبة لنادي السويق. يا الله، هدف، واحد اثنين ثلاثة أربعة، أصفر ما أروع. السويق يسجل الرابع مرة أخرى. المصائب لا تأتي فرادى، الخميسي لعب فيهم أيضا في اللقطة الماضية، واحدة والثانية والثالثة. وين الثالثة؟ في المرمى. الثالثة تعني رابع، الثالثة تعني معاناة، الثالثة تعكس الكثير من الصور الغير إيجابية، لكنها عكست صورة مثالية راقية من جانب فريق يظهر بكل الإبداع، بكل الإقناع، بكل الجمال. هدف رابع.